وإن كان يصب في الآخر فبيصب في صالح المواطن المصري. إحنا حتى في الفترة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي عمالين نتكلم عن أسعار الخضر والفاكهة، مش كده ولا إيه؟ ولا هنا ما بتتكلموش؟ عمالين نتكلم عن ارتفاع الأسعار. حصل خير، حصل خير. عمالين نتكلم عن عدم انتظام الأسواق. عمالين نتكلم وسنظل نتكلم في كل ذلك. كل ذلك نتيجة والسبب بتاعها غياب الكيانات الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية. مش ممكن مجتمع 100 مليون ويتطلع انه يصدر لبرا كمان، مش ممكن حجم الاستهلاك ده هو ما يكونش عناصر تنظيمه موجودة وموجودة بدرجة كفاءة عالية وبدقة عالية. ايه عناصر تنظيم التجارة؟ حضرتك تعلم البقال اللي جنبك او السوبر ماركت اللي تحت البيت او السوبر ماركت الاكبر شوية اللي موجود في شارع رئيسي. طب البضاعة دي عشان تيجي هتيجي منين؟ لو تلاحظوا واحنا كلنا فلاحين وعارفين الارض بتطلع اشي، طماطم ولا كوسة ولا بتنجان ولا بصل ولا توم ولا، مش كده ولا ايه؟ بيجي شوية تجار ولهم كل التحية والاحترام ويتفق مع الفلاح، او الفلاح لو مساحته قليلة كل جمعة ولا كل تلات ولا كل السوق بتاعه ياخد شوية ويطلعهم ايه؟ ما تصحوا معانا، يروحوا يطلعهم السوق، اللي يلموا يلموا واللي ينشف ينشف واللي يعطب يعطب. لو مساحة معقولة بتلاقي تجار يشتري المحصول او الفلاح بيجيبوله في مكان التخزين بتاعه او ينزلوا لسوق جملة. معرفش اقرب سوق جملة لحضراتكم فين، انما معلوماتي على مستوى الجمهورية عدد اسواق الجملة المنظمة لا تتعدى العبور واكتوبر والعمرية في اسكندرية وفي سوق في الاسماعيلية المنظمة، يعني اللي فيها بسكول وبينزل يتركب وياخد تيكت وبعدين يدخل يتخزن وبعدين يتفرز المنظمة. انما عدد الاسواق الغير منظمة قد شعر راسنا، ما ينفعش. هنقول ما هي ماشية، لا